السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفق من شاء لخدمة كتابه عز وجل، وأعان من شاء على إظهار ما خفي من الحق على كثير من المتعلمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى أصحابه أجمعين وعنا معهم إلى يوم الدين. أحبتي في كل مكان، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم والسامعين والحاضرين بهذا الحب في الجنة. أحبتي، أسعد بصحبتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأشرف أن يكون معنا في هذه الدقائق المعدودات فضيلة الدكتور أسامة محمد أبو هاشم. مرحبا فضيلة الدكتور. مرحبا بكم سيدي. سعدنا وشرفنا بلقائك. كرمكم الله. أحبتي، عنوان هذه الحلقة: يتلونه حق تلاوته. من هم؟ قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فحق التلاوة أن تقيم الحرف وأن تقيم الحد، أي تتلونه حق تلاوته كما أنزله الله على نبيه ومصطفاه بنفس الكيفية بأحكامه التجويدية، كذلك أن تقيم حدود الله فيه فيما أمر الله وفيما نهى الله عنه. دكتور أسامة، تكلمنا في اللقاء الماضي مع فضيلتكم عن هجر سماع القرآن وعلاقته بالتدبر، واليوم حبيبنا الغالي نتكلم عن هجر التلاوة وعلاقتها بالتدبر. كلنا يعلم أن كثيرا من المسلمين إلا من رحم الله هجروا تلاوة القرآن الكريم هجرا لم تعرفه الأمة من قبل، وأدى هجر التلاوة إلى هجر التدبر والتفكر في آيات الله. فربما تمر الأيام والأسابيع والشهور على بعض أمة اقرأ من غير أن يفتح مصحفا أو يقرأ آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، سوى أثناء الصلاة، على الرغم من حرص الكثير على قراءة الصحف والمجلات ومتابعة الفضائيات بلهفة وشوق. فما الذي أدى بنا إلى هذا الحال؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، حين أمر الله تبارك وتعالى بتلاوة هذا الكتاب وترتيله، قال سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. نعم. وقال سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومعلوم أن الأمر للوجوب. نعم. فالأصل أنه لا اختيار لأحد من أهل الإسلام ممن يحسنون القراءة في ترك القراءة. نعم. يقرأ أو لا يقرأ، هو فرض من الله سبحانه وتعالى أن يقرأ هذا الكتاب. ولا شك أن غياب ثمرات التلاوة وثمرات التدبر وبركات التلاوة على عن كثير من الناس سبب مباشر لبعدهم أو لهجرهم لكتاب الله عز وجل. نعم. يعني على سبيل المثال، النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث عبد الله بن مسعود قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. الله أكبر. والحسنة بعشر أمثالها. نعم. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وميم حرف. نعم. فأنا أتصور أنه لو عرف كل واحد أنه لو قال أو قرأ ألف لام ميم وضع في ميزان حسناته 30 حسنة. الله أكبر. فما هو المانع إذن؟ أي شيء يؤخرنا عن هذا الفضل؟ هل هو الاستغناء عنه أو الانشغال بشيء أثمن من ذلك؟ وما هو هذا الشيء الأثمن؟ فغياب هذه الثمرات وهذا الثواب على كثير من الناس سبب في هجر تلاوة القرآن الكريم. إذن كما تفضلتم أن الجهل بثمرات القراءة والتلاوة هو سبب رئيسي. طبعا سبب مباشر أيضا. نعم. يعني نعم. ولو يعلم المسلم ما في تلاوة القرآن من ثمرات وأجر ما تركها أنا الليل وأنا النهار. خاصة أننا طوال اليوم ألسنتنا لا تنكف عن الكلام. نعم. أحسن. فهل جعلنا لكتاب الله عز وجل من حديثنا اليومي وأوقاتنا الطويلة
وقتا نخصصه لتلاوة كلام الله عز وجل، نعم، نحصل بذلك هذا الثواب الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. ومن وراء ذلك تتزكى ألسنتنا. يعني أنا أتصور بقدر الله سبحانه وتعالى أن الذي يكثر من قراءة القرآن يجمل الله لسانه، الله ويحسن أكبر. الله تبارك وتعالى منطقه، ويعينه على هذه الجارحة ويسهل عليه ضبطها. شيخنا، لعل انشغال الناس بالدنيا انشغالا أدى بهم إلى مواصلة الليل بالنهار لسد حاجتهم، فلعل انشغال الناس بالدنيا وانهماكهم في طلبات الدنيا سببا، نعم، من أسباب هجر التلاوة. صحيح. وأنا أنظر في رحمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه بأمته وسلم. حين قال، كان في حديث عمرو بن عوف رضي، نعم، الله تبارك وتعالى عنه، قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، الله أكبر، ولكن أخشى أن تفتح أو تبسط عليكم الدنيا كما بسطت أو كما فتحت على من قبلكم، نعم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الله أكبر. والحديث يعني في البخاري، في البخاري، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا بكمال رحمته وخوفه وشفقته علينا، صلى الله عليه وسلم، أنه لا يخشى علينا الفقر. وإذا نظرت إلى هذا الكلام الجميل وجدت أن الفقر يمكن تداركه، وفوات حظوظ الدنيا يمكن استدراكه، الله، لكن فوات الأعمار وضياع الأوقات بغير تلاوة لكتاب الله عز وجل هذا لا يعوض. والأيام التي تمضي والبركات التي تفوت لا يمكن أن يستدركها الإنسان إلا بمزيد من الجهد. ولهذا نرى كثير من الناس ممن ينشغلون بأعمالهم لا ينشغلون عن هواتفهم، يمكن أن يمسك الهاتف وقتا طويلا في يومه ويخصص له وقتا لمطالعة مواقع التواصل وقراءة الأخبار ومتابعة الأمور الجارية، وينسى أن يجعل لكتاب الله حظا. والقرآن الكريم الآن يعني من الأمور الميسرة أنه صار على كل الهواتف، يستطيع أن يقرأ من هاتفه في أي مكان، في أي مكان، نعم، نعم، في غدوه وترحاله. فلا بد أن يحرص الإنسان على تقسيم وقته، لأن الإنسان دايما انشغاله بالدنيا وعدم إلزامه، نعم، نعم، بطاعات أو بعبادات، لو قسم وقته، وقت للقراءة، وقت للطاعة، وقت للعبادة، مع أوقاته التي انشغل بها، مع أوقات عملي، نعم، في الدنيا. يعني أذكر يحضرني أحد أقوال السلف، لعله مالك بن دينار، قال: مساكين أهل الدنيا، نعم، خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها، لذة الأنس بالله، أو كما قال، نعم، معرفة الله ومحبة، نعم، الله سبحانه، نعم، وتعالى. نعم. وللشافعي كلمة قريبة من هذه، قال، أظن الشافعي قال: والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أحسن. يعني النفس تحتاج إلى ضبط وهي منقادة، نعم، إذا الإنسان أخلص لله عز وجل واستعان بالله ورتب أولوياته ورتب أوقاته ورتب أعماله، فإن الله يعينه سبحانه. الله قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، نعم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وأكد على الجواب. بالمناسبة أن القرآن ما بيعطلش قارئه أو حافظه عن انشغاله بالدنيا، العكس، يعني أنا أكون طالب دراسي، حفظه للقرآن وتلاوته للقرآن تجعله متفوقا، بل إن القرآن ينمي الذاكرة وينمي الذاكرة في وينشطها ويجعل العقل حاضرا، نعم، والذهن صافيا، نعم، وهذه من البركات التي لمسناها بأيدينا لما كنا في في في, في الدراسة، نعم، كنا نتخذ هذا الكتاب مفتاحا لعقولنا ولبداية مذاكراتنا ومطالعاتنا، فكان الله يفتح به فتحا كبيرا. أحسن. ما أروع حث الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على قراءة القرآن عن طريق ضرب الأمثال وتشويق، نعم، المؤمنين بفضائل القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة الباهلي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحديث يعني اقرأوا البقرة وآل عمران، نعم. فلعل ضرب الأمثلة من النبي صلى الله عليه وسلم على حثه للمؤمنين من قراءة القرآن والانشغال بالقرآن والاهتمام بالقرآن تحفيزا من النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، للمؤمنين. وهذا أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، مثل المؤمن الذي
يقرأ القرآن كمثل الأترجة. الله أكبر. والأترجة فاكهة يعني تشبه التفاحة. نعم. التفاحة أو البرتقال. نعم. قال كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. نعم. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها حلو وطعمها مر. نعم. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل حنظلة عياذا بالله لا ريح لها وطعمها مر. هذا التشبيه منه صلى الله عليه وسلم تشويق منه لأهل الإيمان أن يتمثلوا هذا المثل، وأن يكون القرآن مسيطرا على قلوبهم، معطرا لقلوبهم، نفاعا بهم للناس، يعني حتى القرآن يصير منطلقا على سلوكياتهم، ليس فقط في منطقهم وليس فقط في قلوبهم، وإنما يتخلقون به في حياتهم. قال ريحها حلو وطعمها حلو. الله أكبر. فالطعم يذوقه الإنسان بعد المعاملة. ولذلك أهل القرآن الذين يكثرون تلاوته ويتخلقون بأخلاقه هم أكثر الناس قربا للناس، ويفتح الله لهم قلوب العباد. وهذا تشبيه بليغ منه صلى الله عليه وسلم كمثل الأترجة. كذلك فضيلة الدكتور، من الأحاديث المشوقة إلى الانشغال بالقرآن ولتعلم القرآن حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. نعم. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر. نعم. نعم. هذا فتح لطاقة الأمل إنجاز التعبير للذين يعتذرون عن ترك التلاوة بأنهم يعني لا يتقنون القراءة. نعم. يقول أنا لا أستطيع أني أتقن القراءة وبالتالي لا أريد أن أخطئ، فيدخله الشيطان من هذا المدخل ويلبس عليه من هذا الباب، يقول أنت لا تستطيع القراءة، أنت لست متقنا، فدع القراءة للمتقنين. لا، النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا مثلين أو نموذجين، قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به هذا في قمة الناس، حتى يرفع الله عز وجل رفعا عظيما مع السفرة الكرام الملائكة. نعم. الذين قال الله فيهم في صحف مكرمة بأيدي سفرة كرام برر. نعم. فتشبيه يستحث الإنسان ألا تفوته لحظة يمكن أن يقرأ فيها إلا وتقرى بها نحو هذه المنزل. وأما الآخرون الذين يعتذرون أو يتذرعون بأنهم لا يستطيعون القراءة ولا يحسنونها، فنقول لهم أبشروا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فتح لكم بابا عظيما وطاقة من الأمل وبابا من الأجر الكبير. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، تصور أن الله عز وجل يعطيه أجرا على ثقل القرآن عليه. نعم. وأنه لا يتقنه كالذين يتقنونه، فيأخذ من هذا الباب أجران، يأخذ من هذا الباب أجرين، أجرا على التلاوة المجردة ألف لام ميم كل حرف بحسن والحسن بعشرة، وفوق ذلك يعطيه الله عز وجل أجرا على مشقة القرآن عليه. وأنا في ظني أن النبي عليه الصلاة والسلام حين لم يحدد أجر المشقة وتركها مفتوحة على حسب المشقة، فهذا يعني يمكن أن يتصور فيه الإنسان أجرا عظيما، لم يجعل له حدا في تصوره، يعني أنه ليس له حدا، قال له أجران، أجر على التلاوة وده عرفناه من كلامه، وأجر على المشقة. وأجر على المشقة. الله أكبر. فأجر التلاوة معلوم وأجر المشقة البشرى كمان الذي يتتعتع في قراءته للقرآن الكريم. النبي صلى الله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، هيفضل يتتعتع إلى أن يصل إلى درجة الماهر بالقرآن. نعم. نعم. كل شيء في الحياة الدنيا وكل مهارة من المهارات تزداد بالدربة وتزداد بالعمل وتزداد. نعم. بالإصرار، فكلما الإنسان تمرس كلما ازداد إتقانا وإحسانا. لذلك قال ابن الجزري وليس بينه وبين تركه. نعم. إلا رياضة امرئ بفكه. نعم. بفكه. دكتور أسامة، العلماء يعني قسموا الناس في هذا الحديث إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الماهر بالقرآن الكريم. نعم. القسم الثاني الذي له أجر. القسم الثالث هو الآثم الذي لا يقرأ، والذي يتتعتع لا يقرأ ويعلم أنه يقرأ خطأ ولكنه لا يريد أن يتعلم، فهذا آثم، يظن الناس أنه هو بيقرأ وصل إلى الدكتوراه وإلى الماجستير وإلى التجارة إلى مستوى تعليمي عالي، ولكنه عند قراءته للقرآن يقرأه كأي كتاب من الكتب دون إضغام ولا إخفاء ولا إظهار، يقرأه كأي كمجلة كأي كتاب.
هذا يظن أنه له أجران، أنه يقرأ ويتتعتع ولا يريد أن يذهب إلى من يعلمه، لأن القرآن كما قال الله تبارك وتعالى وإنك لتلقى القرآن، لابد من معلم، يعلم الذي يقرأ القرآن. هو يفضل يسمع وبعد كده يقرأ، ويقرأ كما سمع، كما سمع. نعم. لذلك الذي لا يقرأ، يقرأ القرآن دون أن يتعلم، هذا آثم. يظن أن الدكتور ولا المهندس الذي لا يعرف أن يقرأ القرآن مصيبة، أن أنت النهاردة تلاقي عفوا وصل إلى درجات عالية جدا من التعليم، ولكنه إذا قرأ القرآن لحن في قراءته ووقع في الخطأ. إذا أضفنا إلى ذلك أيضا أن صلاته لا تصح إلا بالتلاوة الصحيحة، أحسن الله، هذه خطورة كبيرة. يعني نعم. ينبغي أن ننبه عليها أحبابنا من هؤلاء، أن تلتفت أنظارهم إلى صلاتهم. يعني الصلاة عنوان صلاحها القرآن، لا سيما الفاتحة، التلاوة الصحيحة. نعم نعم. ويعني مصيبة من المصائب أن يكون الإنسان في دنياه ناجحا وفي تلاوة الفاتحة لا يحسنها، فيرفع المخفوض أو ينصب المرفوع ويغير المعنى. أحسنت دكتور أسامة، استأذنك نخرج إلى فاصل قصير ونعود إلى تكملة اللقاء. أحبتي فاصل قصير ونعود إليكم. خير الدليل إذا تهت يوما. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي هنبدأ نستقبل اتصالاتكم. معنا النهاردة سورة التكوير، هنقرأها مع بعض إن شاء الله، وبعد قراءة سورة التكوير نبدأ وقفات تدبرية وهداية الآيات مع فضيلة الدكتور أسامة. دكتور أسامة، لحد ما جينا اتصال، احنا في اللقاء الماضي لم ننتهي من سورة عبسة لضيق الوقت يعني، واحنا عشان يبقى على الأقل يعني لينا وقفتين أو ثلاثة تدبرية في السورة، فنكمل هداية الآيات في سورة عبسة. سورة عبسة وما تحمل الآيات من عتاب حبيب إلى حبيب بموعظة عظيمة. حينما أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأعمى هو عبد الله بن أم مكتوم ابن خال خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، سبب العتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بمكة يوما ومعه صناديد قريش، عتبة وشيبة بن الربيع وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف إلى غيرهم من صناديد قريش. كان يدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام مجتهدا معهم، يراغبهم ويراهبهم طمعا في إسلامهم. فجاء عبد الله بن أم مكتوم، هو أعمى لا يرى من حول النبي، يناديه ويكرر في ندائه ويقول له أقرئني وعلمني مما علمك الله. هذه الوقفات، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيته وتركه، فنزلت الآيات عتاب من حبيب إلى حبيب. طيب نبدأ سيدنا في الاتصالات، وبعد ما نبدأ نقرأ سورة التكوير نبدأ ناخد إن شاء الله الوقفات التدبرية. معنا أستاذة إيمان، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذة إيمان، من الشيطان الرجيم. قرأت على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. وإذا النجوم، مفيش حرف في القرآن اسمه جيم. وإذا النجوم انكدرت وإذا يا إيمان، أستاذة إيمان سيرت. يا أستاذة إيمان اسمعيني حضرتك. نعم. يعني خليكي معايا اسمعيني وانت بتقرأي. حاضر. اذا النجوم انقى ولا انكا؟ كاف ولا قاف؟ انكدرت. انكا، انكدرت. احسنتي. واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. أحسنتي أستاذة إيمان، بارك الله فيك وشكرا على اتصالك وشكرا على قراءتك. معنا عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله.
عبد الرحمن انقطع الاتصال، عاود بينا الاتصال تاني ان شاء الله، انا انتظرك. السلام عليكم. السلام عليكم. مريم اسمها. مين معايا؟ مريم. اتفضلي يا مريم، اهلا وسهلا، يلا اقراي اقراي يلا. واذا الوحوش حشرت. يلا مريم اقراي اتفضلي. مريم. ها اتفضلي. اقول سورة مريم. سورة التكوير يا مريم. احنا عندنا النهارده سورة التكوير، يلا اتفضلي. معانا ام رامي. السلام عليكم يا ام رامي. السلام عليكم وبركاته. اتفضلي شاركي معانا في القراءة، اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. هيك احنا وصلنا للآية 5 يا أم رامي. يا أم رامي. أيوه. اقرأي من أول الآية 5، الآية 5 من سورة التكوير. حاضر حاضر ماشي. سمعت من الآية 5؟ أيوه الآية 5. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا البحار سجرت. وإذا النفوس زوجت. وإذا الموءودة سئلت. بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت. وإذا السماء كشطت. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجنة أزلفت. جزاكم الله خير يا أم مريم، أم رامي، جزاكم الله خير على اتصالك وعلى قراءتك. معنا جويرية. السلام عليك يا جويرية. وعليكم السلام. يلا. وإذا الجنة أزلفت. بسم الله الرحمن الرحيم. علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس. الجوار الكنس. والليل إذا عسعس. والصبح إذا تنفس. إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين. مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين. أحسنت يا جوارية، أحسنت، بارك الله فيك. يا صلاة يبارك فيك وفي قراءتك، وأن يجعلك من أهل القرآن العاملين به. معنا عبد الرحمن. السلام عليكم يا شيخ سيد. عليكم السلام يا عبد الرحمن، أهلا وسهلا. ربنا يخليك. يلا عبد الرحمن. وما ولقد رآه بالأفق المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين. وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله رب العالمين. أحسنت يا عبد الرحمن، الله أكبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يبارك فيك وفي والديك، وأن ينفعك بالقرآن حبيبي. معنا أم يحيى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء يا رب، كل من كان سببا لإعلاء كلمة الله كما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارزقنا اللهم شفاعته ومرافقته في الجنة برحمتك يا كريم. جزاكم الله خير يا أم يحيى.
هتقراي عشان نختم بقى بحضرتك اخر اتصال عشان وقت البرنامج. هتقراي من اول ولا قد رآه بالافق المبين ونختم السورة. طيب الآية رقم كام؟ ماشي. الآية 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين. وما هو بقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله رب العالمين. أحسنت يا أم يحيى، بارك الله فيك، جزاكم الله خير على اتصالك وعلى هذه القراءة الطيبة. أحبتي، نكمل سويا الوقفات التدبرية في سورة عبسة، وبعدها مباشرة نتكلم عن سورة التكوير. فضلت الدكتور، احنا قلنا المعنى الإجمالي لصدر آيات سورة عبسة، لعل هذه الآيات فيها وقفات تدبرية. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الدلالات المهمة لهذه القصة المذكورة في صدر هذه السورة أن هذا القرآن وحي من عند الله عز وجل، وليس افتراء أو اختراعا من عند محمد صلى الله عليه وسلم كما يفتري المفترون. نعم، ولو كان من عنده لخبأ هذه الآيات. نعم، أو لم يذكرها. نعم، وهي تحمل عتابا له صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيه غاية الرحمة الإلهية والعطف الإلهي والمحبة حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالضمير المستتر، عبس وتولى، إكرام له ولم يصرح باسمه صلى الله عليه وسلم. أن جاءه الأعمى. نعم، وفيه من التكريم للنبي عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى. كذلك فيه الاهتمام بأصحاب الأعذار وأصحاب الحاجات، لا سيما من أهل الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كما حدث عنه: إن كانت لتأتي المرأة التي في عقلها شيء فتأخذ بيده فيمضي بها في بعض سكك أو فتمضي به في بعض سكك المدينة حتى يقضي لها حاجتها. نعم، فهذا من أدبه وخلقه العظيم صلى الله عليه وسلم. كذلك في السورة المباركة بيان نعمة الله عز وجل على هذا الإنسان من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، يسر له الخروج من بطن أمه، يسر له طريق الهداية كما قال في سورة البلد: وهديناه النجدين. فهذا من نعمة الله على الإنسان، ينبغي في مقابل ذلك أن ينتظم مع ربه. ولذلك قال: كلا لما يقضي ما أمر. نعم، ودعا على هذا الإنسان الذي هو مقصود في القرآن المكي بالمقصود به الكافر: قتل الإنسان ما أكفره، أي ما أشد كفره لربه وتمرده عليه. كذلك دكتور أسامة، يعني بعد نزول هذه الآيات إذا جاء عبد الله بن مكتوب إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع له في مجلسه ويجلسه بجواري ويقول: مرحبا بمن عاتبني فيها، بالذي عاتبني فيها. نعم، ربي من أجله. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم، كذلك يعني حضرتك لما ذكرت أن هذه الآيات بتدل دلالة واضحة على أن القرآن من عند الله، لدرجة أن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتم شيئا من وحي الله لكتم عتاب الله تبارك وتعالى له في سورة عبس وتولى. نعم، تفضل. يعني الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم لأجل انشغاله ببعض الناس من أهل الكفر الذين كان يرجو النبي صلى الله عليه وسلم إسلامهم. نعم، عاتبه لانشغاله عن واحد من أصحابه، وفي ذلك منقبة عظيمة لعبد الله بن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى، نعم، أن يعاتب الله فيه نبيه عليه الصلاة والسلام. ولم يكتم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل قرأه وعلمه وجهر به إعلاما منه صلى الله عليه وسلم أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى،
وليس من عندياته هو صلى الله عليه وآله وسلم. لعل الآيات دكتور أسامة تكون كذلك دعوة إلى كل المتصدرين لدعوة الله تبارك وتعالى والمربين بصفة عامة. أحسنت. نعم. والمربين بصفة العامة يعني الحرص على البسطاء. نعم. والحرص على المتعلمين والبشاشة في وجوههم وعدم الإعراض عنهم بينهم جميعا في النظر وما يدريك لعله يزكى. لا تدري من هو. نعم. صاحب القلب الذي يستجيب. يعني ربما يكون مظهر الإنسان حسنا، هيئته حسنة، مركزه جيد. واللي يؤكد هذا الكلام أحسنت حديث سهل بن سعد يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر لك ما طاعت عليه. دكتور أسامة يعني لعل الوقفات كثيرة والوقت يعني انتهى وقت البرنامج، وسعدنا بلقائك في هذا اللقاء الطيب المبارك كما سعدنا بالسادة كل السادة المشاهدين. الله يتقبل منهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في موازين الحسنات يوم القيامة. أحبتي، في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك أتوجه بكل الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور أسامة محمد أبو هاشم، وإلى حضراتكم على حسن المتابعة وعلى حسن الاستماع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.